يو شوب، اخباركم واهوالكم؟ زي ما بتعرفوا هذا سيزون هو سيزون 19 لبراو ستارز، ولكن ايش هو احسن سيزون ببراو ستارز؟ ايش هو افضل سيزون ببراو ستارز؟ بهذا الفيديو رح نقيم من اول سيزون للسيزون 19 ولندور على افضل سيزون. الاشياء اللي بنقيمها هي البيئة، الموسيقى، البطل نفسه، والبراول باس، مجرد اشياء اساسية بكل سيزون. فيا شباب ندخل بمود التحنيك وخلينا نبدا على طول. زي بتعرفوا شباب اول براول باس زي باللعبة ما كان انه براول باس اوريدي نازل، كان اول براول باس، وحتى شغلت براول باس بتنزل جديد على اللعبة. شغلوا السنادية اليومية واعطونا البراول باس. بالنسبة لي براول باس جيل كبطل كان بطل ممل الى حد ما، كبراول باس كان يمكن اكثر شيء نصب ممكن تشوفه بحياتك. حرفيا تدفع $10 على براول باس، جوازه اقل من براول باس المجاني. يعني حرفيا براول ستارز كان 0% باي تو وين، تاخذ براول باس بفلوس تدفع $10 اخذت الجوائز نصها مشيوله نصها رايحه. فالنقطه الايجابيه الوحيده بهذا السيزون هو البيئه نفسها، وغير هيك الموسيقى تبعت البيئه. تذكروا شباب تاراز بازار كيف كان فيها الاكشن، كيف كانت البيئه حلوه، صحراء، كانت كثير قريبه على العرب. بازار تارا بالنسبه لي كبيئة من افضل البيئات اللي نزلت باللعبة، والموسيقى تبعتها كثير رهيبة. ولكن زي ما قلت كبطل وكبراول باس كانت خايسة، فحطوا نقاط من هناك وتجي من نقاط هناك، فاخرتها حتكون 6/10. صيف الوحوش هو كان اول صيف لبراول ستارز مع البراول باس، نزلنا فيه البطل سيرج والسوالف هي. كبيئة كان جاينا ذاك الديناصور وبنايات بتتدمر وفي ابطال عم يحموا هدول الاشياء، كان في انيميشن حلو كمان. سيرج كبطل كان براي بطل كثير كثير ممتع، كثير كثير رهيب، ولكن سكين هذا البطل تبع البراول باس كان من اخس سكينات. سكين بروك كان خايس كمان، لانه سكين سيرج وقتها كان نازل بدون افكتات، كان نازل بدون اي شيء، فهذا السكين كان متصل بيه. كبيئه وكموسيقى الصراحه ما كانوا افضل شيء، برايي انه تارز بازار كانوا احسن، ولكن كبطل وكبراول باس وقت تجدد الجوائز صارت الجوائز احسن، صار في اكشن اكثر. فبالنسبه لي انه براول باس سيرج احسن من براول باس جيل ب7/10. شباب 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 هذا 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 السيزون عظيم، هذا السيزون عظيم، سيزون كواليتي سيزون ثالث. بعد السيزون انا كنت انسان جاي اشوف براول توك حالي حال نفسي، فجأة البراول توك نفسه يصير فيه جلتشات بالكلام، داني جلتش، رين جلتش، صار يصير اشياء كلها غريبة. نهاية الاشياء الغريبة انه بيطلع لنا ذاك الصيني اللي يسولف عنا عن براول ستارز، عن الستار بار، كيف انه لعبة براول ستارز لها قصة وكل بطل له قصة معينة، كل بطل عم ينخطف من اللعبة لينضم على هي اللعبة، فكان في سوالف كثير كثير رهيبة ومخيفة بنفس الوقت. ولنسى اكيد بيت انه المتجر الستار بارك موجودة على حوافي ماب، كان شيء كثير خرافي. كوليت كبطل كان من اسوأ ابطال البراول باس، كان حرفيا دمج خياس، كان اعطوها مليون بوف فاعطتها شخصيه كويسه، كان بدها 10 ساعات تقتل بريمو، فكان شخصيه كثير خايسه. ولكن الشيء اللي بيعود عن كوليت هو انه البيئه والسوالف هي كانت كثير اسطوريه. فبالنسبه لي سيزون كوليت من افضل السيزونات، مش عشان البطل، مش عشان البراول باس، بل عشان بدايه قصه اللعبه. فلو بدي اتحنك حخليها 9/10، ما اخليها 10/10 لانه البطل كان ناقص. سيزون لو، سيزون رابع. بالنسبة لي كبطل لو كان حلو نوعا ما، فيه تجميل بيعطي ستان للاعبين، كان فيها سوالف حلوة كبطل، ولكن كبيئة البيئة الثلجية كانت أكثر من عادي. كان وقتها كمان في شوية دعم لقصة اللعبة، إنه في فندق ببراو ستارز، هذا الفندق بينضموا فيه اللاعبين عشان يبدوا يخطفوا هدول الشخصيات، فكان في شوية دعم للقصة، فهذا بيعطي نقطة إيجابية لهذا السيزون. ولكن بالنسبة لي كسيزون نهاية السنة وكسيزون ثلج مش أحسن سيزونات، كانت أو الأشياء اللي فيها كثير عادية، ما إنه حتدش عليه حتقول أوه كثير كثير رهيب. ولكن لو الملك كان من افضل سكنات البراول باس، والميوزك تبعتها ما كانت احسن ميوزك باللعبه، فممكن اعطيه 6/10. تحديث رفس يا شباب بكل بساطه انه اول ما نزل البراول توك كنا اوريدي شايفين البراول توك. البراول توك هو نفسه تسرب، واحد من صاحبين قناه براول ستارز ان كان كوريه او من قناه معينه سرب البراول توك بالغلط. هذا الشيء ادى انه انحرق علينا حماس البراول توك، انحرق علينا حماس التحديث كامل. هذا الشيء نوعا ما زعجني كثير وقتها، حتى ما صدقت انه هيك شيء صار بعالم براول ستارز، ولكن للاسف صار هذا الشيء. بس الصراحه كروفس كبطل كان بطل كثير كثير رهيب، كان حرفيا كان اكثر بطل بروكن بالبيزي مينزل بالبراول باس، يعني على وقته، يعني قبل السيزونات الماضيه كانوا نوعا ما مال بروكن. كبيئه كانت بيئه الفضاء كثير كثير رهيبه، السكنات اللي نزلت وقتها، الميوزك تبعته حلوه. فهذا السيزون كنت اقدر اقول عليه متكامل، ولكن ما انه متكامل. سكنات الفضاء لها كثير فانز اوريدي من قبل اللاعبين، فبالنسبه لي السيزون روفس ما بينعطي 10/10 ولا 9/10، ممكن اعطيه 8/10. حس نفسي هيك يا شباب محنك بزياده يا اخي. سيزون بيل
بالنسبة لي بيلي أفضل بطل ملون نزل باللعبة، يعني لحد الآن هذا الشيء موجود. بالسيزون الثالث دخلوا الصخرة، دخلوا الكاوبويز، كان في أنيميشن نزلت كثير كثير رهيبة، حق تارا وهالسوالف هي، فكثير اعتنوا بالبيئة تبعت بيل، حتى داخل اللعبة كانت كثير قريبة على بيئة ستورو شو داون، إنه صخرة وهالسوالف هي، فكانت البيئة كمان كثير حلوة. كميوزيك كانت بسيجة منها، وكسكنات يعني ما أفضل سكنات نزلت باللعبة الصراحة، يعني سكن روفز كان خايس إلى حد ما، ولكن بعد نزل سكن ساندي رمضان فا أوكي أوكي شيء يعود عن شيء. فبيل ممكن تروح كمان على 8 على 10. شباب سيزون السابع سيزون بوت، هذا السيزون مو طبيعي، هذا السيزون كان وقتها بداية الصيف. اللي صار وقتها يا شباب انه براوز ستارز حرفيا فجرتها، نزلت اكبر تعديل كان ممكن يكون نازل بعام براوز ستارز، وبعدين اخذت عطلة، ولكن اعطتنا اشياء كلها ما كنا متوقعينها. اول شيء نزلنا البطل باز، مع نزول البطل باز كان في تبيت انه اشياء الموي، سوالف الموي، انه باز هو عبارة عن الكوتش تبع الموي والاكشن هاد، فكانت بيئة صيفية. ولكن احلى من هذا كله انه نزلنا شغلات الماب ميكر كمان، تطويرات الماب ميكر، فاعطونا سيزون دسم. بلاك كثير ناس كمان بيوافقون الراي انه سيزون باز من افضل سيزونات نزلت باللعبة، وهذا الشباب كمان نزلت لهم مودات كثير، فكان عازلنا كثير اكشن. هذا الشيء ادى انه باز بيستاهل 9.9 من 10. ما ادري ايش راحت 0.1 بس كذا حبيتها تروح. ما ادري لو توافقون الرأي، ولكن سيزون اش بلاي سيزون كتير كتير مميز ورهيب. البيت القلعة اللي كانت صايرة انه في قلعة وفي حراس القلعة، جروم هو حارس القلعة، اش كمان هو مجرد زبال بهي القلعة، عندك سكين الشري تبع الساحرة انه يجي الشري الساحرة تبعت هي القلعة. قصة السيزون نفسها كانت حلوة، الميوزك اكثر من رهيبة، ولا ننسى اكيد اش كان بطل رهيب بالنسبة لي، ولو انه كان تانك مو ملحبتين، ولكن كانت قوته حلوة، يعني كان انه بروكن هو حلو، ولكن سكن اش نيجا كان وقتها نازل فكان شيء مميز حطين. بالنسبه لكثير ناس ومجرد سيزون عادي، ولكن بالنسبه لي هذا السيزون كثير كثير كان قوي ورهيب، فممكن اعطيه كمان 9 من 10. سيزون لولا، لولا بالنسبه لي هي اسوء بطل براول باس باللعبه، مش عشان اني ما قدرت ارفعها رانك 25 بالليفل 1، ولكن بالنسبه لي هي بطل ما بقدر استمتع فيها. سيزونها بشكل عام كان سيزون انه مكياج بوليود وهالسوالف هي، فما كان السيزون اللي انا كثير ممكن اتحمس له. اذا بتقارنه بالسيزون الماضي سيزون القلعه، هذا سيزون التراش. الشيء اللي بيدعم قوة هذا السيزون انه نزلوا لنا سكنات الهالوين جديد، سكن سكويك وسكن دراكولا تبع مستر بي، فهذا الشيء ساعد حبتين هذا السيزون يكون سيزون كويس. كميوزك ما لقيتها كميوزك كثير مميزه، كانت ميوزك اكثر من عادي، كبيئه كمان ما كانت البيئه كثير رهيبه، فممكن يكون سيزون لولا 4 من 10. السيزون العاشر سيزون فاين، فاين يا شباب من اكثر الابطال الممتعه بالله، مش بس بالنسبه لي، بالنسبه لكثير ناس. البيئه تبعته انه خلوها عالم العاب بيكسلات، خلي الماب عباره عن بيكسلات، كان شيء كثير كثير رهيب. هذا النوع من الافكار اللي كثير قريب على عالم الالعاب بالنسبه لي اكثر من خرافي. وقت نزلوا لنا كمان الجرومبي ببلاش ببطولي، نزلوا لنا فان كبطل هذا الموسم، وقت كمان نزلوا لنا مودل 1 في 1 وكان شيء كثير مميز ورهيب، وريك انه الميوزك تبعته كانت ميوزك نار. هذا الشيء ادى انه بالنسبه لي سيزون فان من افضل سيزونات باللعبه، ممكن اعطي كمان 9 من 10. يا اخي شب ما عم لاقي هيك، ما عم تطلع مني كلمه 10 من 10 واحد من السيزونات. بالنسبه لي دول السيزونات العشره، ولا واحد من دول السيزونات خلاني اقول ما راح اطلع من البروس حضل قد منها، الا صارت فترات ملل، فترات ملل بتخليني انا انقص علامات هذا السيزون. الموسم 11 موسم البطل ايف، بطل ايف كان ثايس بطل فضائي تكتمل عائلة روفز، مع نزولها كبيئة كانت صراحة بيئة كثير كثير رهيبة، هم دامجين الفضاء وسوالف الفضاء مع انه يكون في عشب وسوالف هي، انه بالاخر هي بطلي فضائي، فقدروا يعملوا هذا الميكس الرهيب بين الاعشاب وبين الفضاء بنفس الوقت، كبيئة بالنسبة لي من افضل البيئات باللعبة. كبطلي ما كانت البطلي اللي كثير كثير رهيبة، كان بطلي عادي لحد ما، كميوزك كان يعني ها نص نص، كفكرة سيزون وكفكرة بيها كانت حلوه نوعا ما، بطري فضائي بتيجي على اللعبه بتدعم قصه اللعبه كفضائيين وهالسوالف هي، لازم تكمل عيلي فضائي، فكانت حلوه، فممكن اعطيها شهاده 7 من 10. سيزون 12 سيزون نزلنا فيه بطلين، البطله بوني والبطله جنت، البطله جنت كانت هي بطله الموسم، ولكن الاهم منها هو اختها، مع نزول دول البطلتين تكتمل عائله ستو، مع اكتمال هاي العائله كان شيء كثير واو. اول شيء كبيئه كانت كلها بيئه انه عالم بتهتم لطريقه اللعب او طريقه العشوائيه، عندك ستو شبه شخصيه انتحاريه، بوني ترمي نفسها من المدفع، ما بعرف شو ممكن اسمي هذا النوع من البيئات، ولكن انه بيئه العاب وهالسوالف هي، ولكن العاب انتحاريه. كسكنات ما كانت السكنات كثير كثير رهيبة بعد الموسم، ولكن البطل جنت والبطل بوني عبوا هاد الناس. كميوزك ما كانت الميوزك الرهيبة، كبيئة كانت بيئة رهيبة، فممكن عشان استلفت سكنات فما ممكن يكون أفضل سيزون نزل، فحاطي 9 ونص من 10. سيزون أوتيس شباب
يعني ممكن اعطي 10 من 10 بس عشان الميوزك تبعته. الميوزك تبعت سيزون اوتيس كانت من ارهب الميوزك اللي نزل باللعبه. الطريقه اللي فيها والراب اللي عاملينه كان شيء كثير واو. كبطل اوتيس كان بطل حلو نوعا ما، اول ما يخش عليك احد تعطيه هذا السوبر بنص راسه وهذا البطل حيموت. فكانت فيه سوالف حلوه انه في بطل بيعطي ميوت لشخصيه ما يقدر يعمل اي شيء، فكانت فكره حلوه نوعا ما. يعني كمتابع هذا البطل كنت استمتع فيه. كبيئه كانت البيئه تبعته حلوه، بيئه مائيه فيها سمك فيها سوالف البحر. كسكن تبع اوتيس كان أرهب السكنات للبرول باس. فمع هذا البطل ومع هاي البيئة فممكن أعطي سيزون أوتيس 8 من 10. سيزون 14 سيزون البطل ساعة. بهذا البراول توك أكثر الشيء صاير كان إنه براول ستارز وقتها كانت شبه ميت. براول ستارز حرفيا ما كان عندهم أي أفكار جديدة، ما كان عندهم أي سالفة، فهذا الشيء أدى إنه أرقام براول ستارز كلها هوب. كبطل سام ما كان البطل كثير ممتع، كان مجرد تانك بيضل يهين نفسه بيدش على العالم ما بيموت، كان بطل كثير كثير بروكن، ولانه بروكن كانت العالم تحبه. كان وقتها كمان نزول البطل غاس، بالنسبه لي بطل غاس كان واحد من اكثر الابطال اللي بحبهم باللعبه. ولكن الاهم من هذا كله انه ببراول توك الموسم 14 حكون عن افكار براول ستارز للسيزون الجاي، او فينا نقول عن افكارهم الجاي. فهي كان نقطه جيده بهذا الموسم انه غيروا لنا انه الجيرز تحتاج مليون جولد وهي الجيرز ما حتكون اصلا قويه، فهي نقطه تنحسب بهذا الموسم. ولكن اكثر نقطه بنحسها بهذا الموسم انه فرانك اجى حكى لنا عن كل خطط براول ستارز، وهذا الشيء ادى انه اللاعبين رجع حماسهم لهي اللعبه. فهذا الموسم فينا نقول سبب بيخلي اللاعبين لحد الان بيلعبوا هي اللعبه لانه كان شيء كثير ضروري ينزلوا ونزلوا لنا اياه وابدا ما قصروا فيه. فهذا السيزون ممكن اعطيه كمان 9 من 10 لانه كان سيزون كثير عايش لعب. بسيزون 14 بدنا حكوا لنا انه الجيرز حتتغير، بسيزون 15 نزلوا لنا هي الفكره، اعطونا جولد بدالها، رستوا لنا كل الجيرز، كل الجيرز تغيرت، بطل هذا الموسم كان البطل باستر، كان فيك مربي لحد ما، البيئة كشكل كانت حلوة، مش أفضل شيء ولكنها كانت حلوة، كميوزك كانت ميوزك عادي، كبطل باستر كان بطل كثير كثير بروكن، فهي نقطة ممكن أقول عليها سلبية لأنه بالنسبة لي لو ينزلوا هذا البطل بس مجرد بطل ميتة ما حيكون بطل كثير قوي، بس مجرد بطل عادي، بالنسبة لي هذا شيء كافي، كميوزك وكبيئة ما هالشيء الواو كثير، فممكن أعطي السيزون باستر كستة من عشرة. سيزون السكاكر أو سيزون ماندي، هذا السيزون بالنسبة لي من أفضل السيزونات اللي صارت باللعبة لأنه الميوزك تبعته حرفيا ممكن اقارنها بسيزون اوتيس. ميوزك وي كاندي لاند والسوالف هي كانت شيء كثير كثير رهيب. كان نازلنا وقت البطل الاسطوري تشيستر، فهذا عمل سالفه كثير قويه. بطل عنده 5 سوبرات فهذا شيء ابدا ما متعودين عليه. كبطل موسم ماندي كان بطل ايمو بيوصل لاخر هذا الماب، فكانت سالفه مرعبه وغير هيك جديده بعالم الاوسطى. كبيئه بيئه سكاكي كانوا مظبطينها على افضل تصوير، يعني جايبين فكره ومطورين الفكره على احسن تصوير. ولكن النقطة السلبية الوحيدة انه كانت سكنات ابو كلب، كان نازلنا بازا والسوالف هي، ولو انه بازا بالنسبة لي احسن سكن لباز، بس ما هيك ما كان افضل شيء. فهذا السيزون بالنسبة لي سيزون مميز الى حد ما انه كانوا كثير كثير مظبطين وكثير كثير تعبانين عليه، فممكن اعطيه كمان 9 من 10. شباب سيزون ارتي كان من افضل المواسم كمان، مش عشان البطل نفسه بل عشان الاشياء اللي نزلت بهذا التحديث. اول شيء كبطل ارتي كان بطل عادي، مجرد شخصية بتراقب السوالف في ستار بار، وهذا رجعوا لنا كمان بيت ستار بار، فهي نقطة تنحسب لهي اللعبة لانه بالنسبة لي سوالف في ستار بار هي افضل شيء ممكن ينزل باللعبة. فرجعوا لنا البيئة، هاي البيئة كانت حلوة، الميوزك الفيديو كان الميوزك يجي منها، ولكن الاهم من هذا كله انه الاتقان كان شيء كثير كثير خرافي. نزلت سالفه الاتقان، صاروا اللاعبين يلعبوا اللعبه بشكل كثير كبير، العالم رجع لحماس اللعبه بعد سيزونات ما كان فيها شيء مميز كثير، فالاتقان كان شيء كثير رهيب. كسكنات كان سكنات حلوه، كميوزك كان ميوزك حلوه لا باس فيها، فممكن عشان الاتقان اعطيه كثير نقاط وممكن تروح مع 8 على 10. سيزون مايسي بالنسبه لي كان سيزون كثير ممل. ايوه كان ممل بشكل كثير كبير. كبطل كان بطل حلو لا باس فيه، حاليا هذا البطل ميتة باللعبه، ولكن هانك كان اسوء بطل ممكن يجي باللعبه مع بطل الموسم. اذا تقارنه بقص بوني وباقي الابطال كان هانك من اسوأهم، حاليا هو اسوء بطل باللعبه. السيزون كان فيه اعشاب وغابي وهالسوالف هي لا باس فيه، كان حلو لحد ما. الميوزك كان الميوزك رهيبه، الميوزك كثير كثير عجبتني حتى جد فتره ادمنتها. الحلو او الشيء جيد بهذا السيزون نزلوا لنا وقت عملت البلينج، وهذا الشيء ادى انه اللاعبين كثير كثير عجبتهم سالفه البلينج تقدر تشتري السكيلي تي بي، فهذا الشيء اعطى نقطه ايجابيه لهذا البطل او لهذا الموسم. ولكن زي ما قلت كان بالنسبه لي موسم ممل ما عرفت متى خلص، فممكن اعطيه حتى 4 من 10. وصلنا يا شباب للسيزون الحالي، ما ادري عنكم يا شباب ولكن الستار دروب بعد ما نزلنا نظام الحظ مره ثانيه على اللعبه بشكل احسن وبشكل مطور، هذا كان افضل شيء ينزل بالبراوز ستار.
اول شيء عندنا البطل الجديد البطل كوردي الياس، كان بطل بفكره كثير كثير غريبه، ولو انه بروكن حاليا وانا كرهان ابو شكله عنده بروكن، ولكن كفكره بطل كان فكره رهيبه. كبطل دوغ كان بطل خايس حبتين وكان كثير كثير ممل. بيت كوردي الياس كان بيع كثير كثير رهيبه. فهذا السيزون ممكن احطه كتوب 5 من افضل السيزونات، لانه كان جد السيزون كثير رهيب، الابطال فيه رهيبين، الميوزك تبع يوتيوب بس كان يجي منها ولكن بيت القراصنه حلوه، ولكن كميوزك سيزون ما كانت كثير حلوه. ومع نزول ستار دروب والى فهذا السيزون اقل شيء اقل شيء بيستاهل 9.5 من 10. ولكن شباب اذا بدي ارتب افضل 5 سيزونات بالنسبه لي، سيزون المرتبه الخامسه هو سيزون كوردييلياس، السيزون المرتبه الرابعه هو سيزون فانج، السيزون المرتبه الثالثه هو سيزون الكاندي لاين تبع ماندي، السيزون المرتبه الثانيه حت باز تبع الصيف والسولف هي، ولو انه تقريبا هو اخذ اعلى تقييم بهذا الفيديو ولكن بالنسبه لي هو مش احسن سيزون. كوليت او سيزون كوليت السيزون الثالث هو بالنسبه لي افضل سيزون. سوالف ستارباك انا كثير مستمتع فيها، صح انه كان في نقاط سلبيه كبطل والاخ، ولكن بيضل عندي كافضل سيزون. وبس شباب هذا كان فيديو اليوم، إذا وصلت هذا الحد من الفيديو اكتب ليش هو أفضل سيزون بالنسبة لك.